تتواصل فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة إبدأ. وتأتي النسخة الثالثة لمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية. بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب بمختلف دول العالم، جاءت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي إيديوتيك تحت شعار اصنع مستقبلك، بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ. احنا طبعا ملتقى ومنتدى ايدي تيك السنه دي بينظم للنسخه الثالثه تحت رعايه المبادره الوطنيه لتطوير الصناعه المصريه يبدا، ده دليل واضح طبعا على اهتمام ومدى اهميه العنصر البشري بالنسبه للمبادره الوطنيه لتطوير الصناعه المصريه ودوره في تطوير الصناعه. احنا ابدا بتشتغل في ملف التعليم الفني والتدريب المهني بفكر الاستدامه، وعلشان يكون في تطور في التعليم الفني يواكب التطور السريع في قطاع الصناعه، ابدا شغاله علشان نخلق منظومه وطنيه موحده للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر. المنظومه دي تكون قائمه على فكر الاستدامه. ايديو تيك ملتقى بيحصل المره الثالثه او للسنه الثالثه على التوالي، وهو ملتقى مهم جدا لانه بيجمع مجموعه كبيره من الخبرات المصريه والعقول المصريه اللي بتهتم بمجال التعليم الفني والتدريب المهني، وكمان مجموعه من الخبرات الدوليه مع بعض، ده بشكل من اشكال الثينك تانك او ملتقى التفكير اللي بنقدر نطلع من خلاله مجموعه من التوصيات اللي ممكن بشكل كبير تساعدنا في تحسين وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. المنتدى يتضمن العديد من الجلسات والورش النقاشية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والدولية للخروج بتوصيات لصالح تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. مؤتمر الايديو تيك بيبقى يعني فرصة ان احنا نتقابل فيه كجامعات تكنولوجية مع المدارس التكنولوجية والمدارس التطبيقية والمدارس الفنية، وزي ما حضرتك عارف ان احنا يعني في الجمهورية الجديدة طفرة جديدة للجامعات التكنولوجية والتعليم التكنولوجي والتعليم التقني والتعليم الفني بصفة عامة، يعني حاجة ما شاء الله لو احنا ابتدينا نهتم بيها كدولة وكرؤساء جامعات وكوزارة تعليم عالي ووزارة التربية وتعليم هنروح نقلة تانية، لان التجربة الجامعات التكنولوجية والتعليم التقني ما هياش جديدة علينا، ومش احنا مش بنخترع العجلة، كانت موجودة في ألمانيا وفي اليابان، احنا بس ابتدينا، وكويس ان احنا يعني ابتدينا، يعني بدأنا متأخر ولكن الحمد لله ان احنا ابتدينا، لان في غيرنا ما ابتداش في هذه التجربة. احنا بنحتفل باحتفالية وجود اكبر قدر ممكن من المدارس بتاع التعليم الفني، اولادنا الطلبه والطالبات اللي عملوا مشروعات غايه في القوه والجمال والروعه، كمان عندنا تكريم لاوائل التعليم الفني على مستوى الجمهوريه للسنه الماضيه، كل ده بيتم في خلال يومين ان شاء الله النهارده وبكره، عشان نقدر نوصل للناس كلها تطوير التعليم الفني وصل لغايه فين، ايه المدارس الجديده، ايه التخصصات الجديده، ايه المسارات اللي تم افتتاحها للولاد في مدارس التكنولوجيا في جامعات التكنولوجيا التطبيقيه، وفي الفرص التدريبيه والعمليه لتوظيف ولادنا وبناتنا الخريجين والخريجات السنه الجايه ان شاء الله. ياتي المعرض والمنتدى في اطار جهود مبادره ابدا نحو تعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبه التطورات العالميه.